أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة لانتخابات التجديد للكونغرس الأمريكي، والتي تشهد منافسة محتدة بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري. إذن فالأمريكيون على موعد انتخابات التجديد النصفي وسط ترقب محلي ودولي للنتائج التي تعتبر بمثابة استفتاء على ولاية الرئيس جو بايدن وتحضير مصغر لانتخابات الرئاسة في 2024. تعقد انتخابات التجديد النصفي كل عامين، تسمى بالانتخابات النصفية لأنها تأتي في منتصف فترة ولاية الرئيس التي تمتد لي 4 سنوات. كما ينقسم الكونغرس إلى مجلس النواب، ويشمل 435 عضوا يمثلون الولايات حسب حجمها السكاني. أما مجلس الشيوخ فيضم 100 سناتر، بما يعني أن هناك برلمانيين اثنين يمثلان كل ولاية بصرف النظر عن وزنها السكاني. وكما هو الحال كل عامين، تخضع جميع مقاعد مجلس النواب للتصويت، بينما التجديد يطال فقط ثلث النواب في مجلس الشيوخ. في اليوم ذاته تجرى الانتخابات التشريعية المحلية للولايات 50، كما يتم انتخاب حكام جدد ل36 ولاية. في الوضع الحالي بالكونغرس يبلغ عدد الديمقراطيين في مجلس النواب 222، بينما يبلغ عدد الجمهوريين 213 نائبا. أما عدد النواب في مجلس الشيوخ فهو 50 للديمقراطيين ومثلهم للجمهوريين، ويملك الديمقراطيون الأغلبية عبر نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تمتلك حق كسر التعادل من خلال التصويت بوصفها رئيسة مجلس الشيوخ. الديمقراطيون يحتاجون إلى تحقيق نفس أرقامهم للسيطرة على مجلس النواب، بينما يحتاج الجمهوريون على الأقل إلى الفوز ب 5 مقاعد جديدة في البرلمان لتحقيق هذه الأغلبية. في مجلس الشيوخ يحتاج الديمقراطيون على الأقل الحفاظ على التعادل النسبي للمقاعد مع الجمهوريين، بينما يحتاج الجمهوريون إلى كسر هذا التعادل وتحقيق مقعد إضافي على الأقل. أما عن صلاحيات الكونغرس فهو يقوم بسن القوانين بعدما يقرر النواب أي قوانين يجرى التصويت عليها، بينما يحق لمجلس الشيوخ منعها أو الموافقة عليها، وكذلك لمصادقة على تعيينات كبار الموظفين التي يجريها رئيس البلاد، وكذلك مناقشة الميزانية الفيدرالية. أيضا يطمح الجمهوريون بانتزاع الأغلبية الديمقراطية في غرفتي الكونغرس للتحكم في مشروعات القوانين التي يقدمها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، فقدرة الرئيس على إنجاز خططه مرتبطة بما إذا كان حزبه يملك السيطرة على الكونغرس أم لا. أما بخصوص أبرز القضايا التي تشغل بال الأمريكيين في هذه الانتخابات، فنجد أهمها التضخم، خاصة بعد وصوله إلى أعلى معدل منذ 4 عقود، وأسعار الطاقة وكذلك الأسلحة النارية. تعد الولايات المتأرجحة 6، وهي فلوريدا، بنسلفانيا، ميشيغان، نورث كارولينا، وويسكونسن، وأريزونا، هي أبرز الولايات التي ستعطي الأفضلية إما للديمقراطيين أو الجمهوريين. إذن فهي انتخابات مرتقبة تحدد السياسة الأمريكية العامين المقبلين، وهي الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الديمقراطي جو بايدن. Here.
وبناء على ذلك فيتوجه الأمريكيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم في انتخابات التجديد النصفي لكامل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ. يجرى التصويت على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها كما ذكرنا 435 وثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عدده 100. ويشغل الديمقراطيون حاليا 222 مقعدا من مقاعد مجلس النواب، هذا مقابل 213 مقعد لصالح الجمهوريين. كما أن مجلس الشيوخ منقسم بنسبة 50-50 بين الحزبين. وكان أكثر من 40 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم حتى الآن في عملية التصويت المبكر بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن هذا الرقم أعلى من الرقم المسجل في انتخابات التجديد النصفي المبكرة في عام 2018. كما أوضحت الصحيفة أن 43% من المصوتين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، هذا مقابل 34% من الجمهوريين و23% من غير المنتمين إلى الحزبين. لمزيد من المتابعة والنقاش ينضم إلينا من نيويورك مراسل القاهرة الإخبارية ياسر نور الدين. ياسر، يعني بعد التحية لو تنقل لنا الصورة كاملة بخصوص هذه الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. نعم، في البداية دعيني أرحب بك آية وبالسادة المشاهدين. هو بالفعل يعني ما تفضلت به هو ما يدور الآن بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. إذا أخذنا على سبيل المثال هنا في ولاية نيويورك، هناك احتدام كبير، صراع انتخابي بين حاكمة الولاية كاسي هوكل والتي استطاعت الرأي تذهب إلى 50% يصوتون إلى هذه السيدة، في مقابل المرشح الجمهوري لي زيلدن والذي بلغت استطلاعات الرأي 46%. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن آية قد أتى هنا إلى ولاية نيويورك لتدعيم الحزب الديمقراطي، وتحدث عما كنت تتفضلين به بأن هذه الانتخابات هي انتخابات مصيرية لن تحدد فقط من سيفوز بالمقاعد، ولكنها على حد تعبيره قال بأنها سوف تحدد شكل السياسات في العشرين عام القادمة. أيضا على الجانب الآخر كان هناك دعم كبير من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولايات مثل ميامي، وقام باستقطاب الأمريكيين من أصل أسباني وطلب منهم أن ينضموا إلى الحزب الجمهوري. وقال لهم يعني مرحبا بكم في الحزب الجمهوري. على جانب آخر زعيم الأغلبية آية جاك شومر هنا يعني استطلاعات الرأي جميعها تنصب في صالحه، حيث أن هناك أكثر من 94% يؤيدون هذا الرجل المخضرم سياسيا في مجابهة الجمهوري جو بانيون. نعم آية، يعني استمعت لما تحدثت إليه. هذه الانتخابات هامة للغاية لما لها في تقييد سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن في العامين القادمين. صحيح. وأيضا في الصراعات العالمية مثل الحرب الأوكرانية
الروسية حيث أن مواقف. طيب ياسر، سأعود إلى هذه النقطة مرة أخرى لأنها نقطة في غاية الأهمية، ولكن منذ قليل تحدثنا عن التصويت المبكر بهذه الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وكان أكثر من 40 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم. قالت واشنطن بوست أيضا أن هذا الرقم أعلى من الرقم المسجل في انتخابات التجديد النصفي المبكرة في عام 2018. أوضحت الصحيفة أن 43% من المصوتين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي و34% من الجمهوريين و23% من غير المنتمين إلى الحزبين. إذن على ماذا يعول الجمهوريون والديمقراطيون؟ على غير المنتمين إلى الحزبين على أصواتهم؟ بالفعل، يعني التصويت المبكر كان من نصيب ومن اختراع الديمقراطيين في البداية، وهو ما يعني كان هناك احجام كبير من الجمهوريين وعلى رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب. وتعلمين معي آية مسألة التزوير وعدم رضا الجمهوريين بأن مسألة الاقتراع المبكر هو يعني وسيلة، على حد قول الجمهوريين بأنه وسيلة أو هناك منفذ لمسألة التزوير وإمكانية للتزوير. ولكن يعني على الرغم من ذلك، سنة قوانين لهذا الأمر في عام 2020 لم يجد الجمهوريين في هذه الحالة بدا إلا أن يستخدموا أيضا التصويت المبكر، وهذا ما رفع. ولماذا يتخوف الجمهوريون بهذا الشكل ياسر، إذا كانوا على حسب قولهم يقولون أن شعبيتهم عادت بقوة مرة أخرى في الشارع الأمريكي؟ هذه الفكرة آية هي من يعني تحدث بها لأول مرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. مسألة التزوير، مسألة أن صناديق الاقتراع أو عن طريق البريد هناك إمكانية كبيرة ل يعني الدخول في العملية، ليست مؤمنة بالشكل الكافي على حد تعبيري. وهذه وكلمة التزوير يعني كانت جديدة على المجتمع الأمريكي والمجتمع الانتخابي الأمريكي في هذا التوقيت، ولكن حتى هذه اللحظة يستخدمها. ولكن مرة أخرى أكرر، أصبح هذا قانونا، فلم يجد الجمهوريين بدا إلا أن يستخدموا التصويت، ولكن ليس بشكل كبير. لذلك نجد الآن استطلاعات الرأي تتحدث آية بأن الديمقراطيون متفوقون، ولكن من اليوم الانتخابات سوف تبدأ بالمناسبة في تمام الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 من مساء هذا اليوم. يعني سوف نرصد بكاميرا القاهرة الإخبارية الطوابير الكثيرة التي تلتف حول بالتأكيد. طيب ياسر، كما ذكرنا منذ قليل، هذه الانتخابات هي انتخابات لتحديد مصير السياسات أو سياسة جو بايدن تحديدا خلال العامين المقبلين. إذا حدث تراجع بهذا الشكل في الشارع الأمريكي لجو بايدن وشعبية جو بايدن والحزب الديمقراطي، طيب وماذا ينتظر الشارع الأمريكي من سياسة الحزب الجمهوري أو الجمهوريين بشكل عام؟ يعني كنت بالأمس مع أحد المواطنين وأتحدث. المواطن الأمريكي الآن، الحالة الاقتصادية، الأوضاع، كل هذا الأمر استخدمها الجمهوريون هذه المرة كورقة ضغط على الناخب الأمريكي، مثلما فعل جو بايدن والحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية السابقة في إخفاق الرئيس السابق دونالد ترامب في مسألة وجائحة كورونا. هناك أوراق ضغط كبيرة وقعت مصادفة مع الحزب الجمهوري، مثل الحالة الاقتصادية، التردي، التضخم، مسألة حمل السلاح ومسائل كبيرة. المواطن الأمريكي يمني نفسه ويقارن الآن بين ما كان عليه الرئيس السابق دونالد ترامب. تحدث إلى الناخبين وقال ما كان لي الرئيس فلاديمير بوتين على سبيل المثال أن يغزو دولة وأنا في الحكم. هذه واحدة معاناة كبيرة يعانيها أي المواطن الأمريكي، وأصبح يقارن بين الأربع أعوام التي قضاها دونالد ترامب في البيت الأبيض. لم تكن الأسعار بهذه بهذا الارتفاع، ولكن المواطن الأمريكي لا يضع اعتبارات للمستجدات التي طرأت على الساحة الدولية.
هو بالفعل يضع اعتبارات، ولكن الحالة الاقتصادية تؤثر عليه، وكما تحدثت يعني كل الشواهد مقارنة بما يحدث الآن يعني ليست الإدارة الأمريكية هي السبب في الحرب الأوكرانية الروسية، ولكن التعامل معها وأكثر من 18 مليار دولار من الضرائب التي يدفعها المواطن الأمريكي. هناك نقاط كثيرة يعني قروض كثيرة آية جاءت على طاولة الجمهوريون استغلوها جيدا إلى هذه اللحظة. بالفعل هناك يعني شكل مسبق على حكم الأمور، ولكن طب وإذا تحدثنا عن هذه الحرب الروسية الأوكرانية، وماذا ينتظر الشعب الأمريكي إذا عاد الجمهوريون سواء وسيطروا على الكونغرس أو عادوا مرة أخرى للرئاسة؟ ماذا ينتظر من مصير هذه الحرب؟ نعم، زعيم الأقلية كيفن ماكارثي تحدث عن هذه النقطة تحديدا آية، وقال إذا ما سيطر الجمهوريون على مجلس النواب، وهو تفاءل وقال سوف نسيطر عليه، قال بالحرف الواحد سوف يكون غير راغب، يعني بذلك الحزب الجمهوري، بكتابة شيك على بياض لأوكرانيا، سوف تعاد الأمور، ويعني بذلك إذن ستتوقف المساعدات لأوكرانيا، هذا ما سيحدث. لا أقول توقف، ولكن توقف يعني الرئيس جو بايدن الآن بتمرير أي أموال ومساعدات عسكرية أي تعلمين معي لابد من موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، صحيح، وبالتالي الكونجرس الأمريكي. إذا حدثت الأغلبية سوف يتم التصويت بشكل كبير بالتدقيق، قد يكون كما تفضلت منع المساعدات أو تقليل المساعدات، كل هذا الأمر سوف يكون في أيد أو في يد الجمهوريين في هذا يعني، ولكن نواياهم معروفة، الديمقراطيين قريبين بهذا الشكل، وطمأن البيت الأبيض يعني منذ يومين أن المساعدات والسياسة سوف تظل داعمة لأوكرانيا والحرب الدائرة أو يعني المساعدات العسكرية، ولكن الجمهوريون على خلاف ذلك يدققون، وأنهم يعني كما تحدث زعيم الأقلية كيفن ماكارثي هو وضع الخط الذي سوف ينتهجه الجمهوريون إذا ما حصلوا على أغلبية المقاعد في مجلس النواب. على ذكر هذه الأغلبية وما يتمناه الشعب الأمريكي إذا عاد الجمهوريون مرة أخرى سواء للكونغرس أو للرئاسة فيما بعد ذلك، هل من خطط أو برامج محددة وضعها الجمهوريون لتشجيع الشعب الأمريكي أو الشارع الأمريكي على العودة مرة أخرى؟ يعني تحديدا لديك في نيويورك ماذا حدث؟ هل من برامج حدثت لتحفيز الشارع الأمريكي على انتخاب الجمهوريين مرة أخرى؟ ليس يعني وضع البرامج آية هو شيء مبكر، ولكن فقط عكس ما هو حاصل، بمعنى أن الحالة الاقتصادية والتضخم يقول الجمهوريون بأنهم سوف يقضون على هذه المسألة. المساعدات الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 18 مليار دولار، يقولون سوف ندقق لأنها في هذا الأمر، لأنه من أموال الشعب. كل مسألة حملة الأسلحة، مسألة مسائل كثيرة، هم فقط يقولون أنهم سوف يقومون بتعديل وتصحيح المسار الذي تسير فيه الإدارة الأمريكية، والذي لا ينال رضا المواطن الأمريكي العادي. ارتفاع الأسعار والتضخم، الارتفاع الجنوني للسلع الغذائية، ارتفاع القروض وصلت للعقارات آية من 2.5% إلى 7.25%، هذا رقم كبير للغاية. ليس هناك خطط لكل هذا الأمر إجابة على سؤالك، ولكن كل ما هو حاصل يقول الجمهوريون أنهم سوف يعدلون هذا المسار، ثم يأتي بعد ذلك الانتخابات في 2024 ليكون هناك خطة جديدة للرئيس القادم، والذي أيضا استطاعت الرأي تتحدث بأنه إذا ما كانت الغلبة للحزب الجمهوري بطبيعة الحال، أو يكون هناك أقرب للبيت الأبيض رجل من الحزب الجمهوري.
إذا سيطر الجمهوريون مرة أخرى على الكونغرس، ودعنا نتخيل هذا السيناريو ياسر، وهو السيناريو بالتأكيد الأسوأ لجو بايدن، هل خرجت منه أي تصريحات تدعو للتخوف من فكرة أو العكس إذا حدث فوز الحزب الديمقراطي عفوا وسيطر هو على الكونغرس، هل خرجت أي تصريحات بخصوص التخوف من حدوث فوضى مرة أخرى أو أعمال شغب مرة أخرى كما حدث سابقا في انتخابات الرئاسة واقتحام الكونغرس الأمريكي؟ نعم، يعني الطريف في هذا الأمر أن هذا يعني منذ سنوات بداية متابعتي للانتخابات الأمريكية أو النصفية، هذا هو دين وديدان المرشحين، كل منهما يقوم ويتحدث بشكل علني في مهاجمة خصمه. الرئيس دونالد ترامب يتحدث السابق يتحدث بأن هناك فشل ذريع استخدام كلمات قوية من على سبيل المثال أحد نواب الجمهوريين في مجلس النواب، تحدثت منذ شهر تقريبا عن أن الحالة الاقتصادية المتردية في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع الأسعار جعل السلع الأساسية للمواطن الأمريكي ترتقي بأسعارها للرفاهيات. هناك هجوم كبير، الرئيس جو بايدن هو الآخر لم يكتفي بل هاجم في أكثر من مرة وفي مخاطبا الناخبين بأنهم سوف يقعون فريسة مرة أخرى للحزب الجمهوري. الرئيس السابق دونالد ترامب في جولاته أيضا يدغدغ مشاعر الناخبين بأنه يتحدث بشكل كبير عن الإخفاق الحاصل والحادث. الانتخابات النصفية آية والأمريكية هي حياة السياسيين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب الولايات المتأرجحة ياسر، ماذا قالت في هذا التصويت المبكر الذي كنا نتحدث عنه منذ قليل؟ نعم، يعني جورجيا على سبيل المثال، دعيني أقول لك بأنها قدمت فوزا لبايدن عندما كانت الانتخابات الأمريكية بحوالي فرق 1200 صوت. هذه الولايات ذهب إليها مثل بنسلفانيا على سبيل المثال، ذهب إليها كل الرئيس جو بايدن وذهب إليها باراك أوباما داعما بطبيعة الحال الحزب الديمقراطي. جاء إلى حتى الولايات غير المتأرجحة آية، يعني القضية أن صوت واحد أو مقعد واحد يقوم يعني يقلب الكفة ويجعل حزب يتولى زمام الأمور في أكبر دولة في العالم. ليس هناك إهمال لأي صوت. جاء بيل كلينتون الرئيس السابق داعما لحاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكل، جاءت أيضا إلى هنا كاميلا هاريس وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة أيضا دعما للحزب الديمقراطي. ودعيني أقول لك بأن هذا الدعم لا يأتي فقط للحزب ولكن يأتي لهؤلاء السياسيين الذي ربما يكون لهم دور مرة أخرى في أي يعني مناصب أخرى بعد استتاب الأمور والانتهاء من الانتخابات. قد يكون هناك دور آخر أو مرة أخرى لهؤلاء السياسيين. هذا الدعم لا يأتي من فراغ. الرئيس جو بايدن على سبيل المثال تحدث مؤخرا مع أصحاب المال والأعمال داعيا إياهم أن يقوموا ب يعني تأييده بشكل كبير. وفي هذه النقطة أيضا دعيني أتحدث على أن الجمهوريون أيضا اتخذوا هذا ضده بأنه يريد أن يفرض ضرائب على شركات النفط وأعلى، وهذا أيضا يعني كرت وسلاح آخر في أيدي الجمهوريين.
ربما هذا سؤالي الأخير لك ياسر، وهذه النقطة الأخيرة التي ربما سنتحدث عنها الآن. مصادر لصحيفة نيويورك تايمز تقول أن هناك حسابات مزيفة بدأت حملة للتأثير على نتائج الانتخابات النصفية وتنفذها وكالة روسية تدخلت في انتخابات عامي 2016 و2020. هل خرجت أي تصريحات بخصوص هذا الأمر أو بخصوص هذه المخاوف، خصوصا أن هناك الكثير من التصريحات والكثير من المصادر التي تتحدث عن ربما روسيا تتدخل في مصير هذه الانتخابات؟ إلى الآن ليس هناك أي من يعني التعليق على هذا الأمر مبكرا، ولكن أيضا الانتخابات السابقة كانت هذه لا أقول الإشاعات ولكن هذه الأخبار، هذا كان أيضا مطروحا على الساحة الانتخابية. ربما الآن نحن الساعة 6:25 صباحا بدأ الاقتراع، كل هذه الأمور سوف تتبين لاحقا. إذن بدأ الاقتراع الآن؟ نعم الاقتراع يبدأ من الساعة 6 وحتى الساعة 9. ونحن بالتأكيد معك على مدار الساعة ياسر لمعرفة كل الجديد وكل التطورات بخصوص هذه الانتخابات، انتخابات التجديد النصفية للكونغرس الأمريكي. الزميل ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك على هذه المعلومات. وهذه مشاهدينا الكرام صورة مباشرة لإحدى مراكز الاقتراع في ولاية نيويورك التي كان يحدثنا منها منذ قليل الزميل ياسر نور الدين.
إذا مشاهدينا، هذه مشاهد ولقطات حية لإحدى مراكز الاقتراع في ولاية نيويورك الأمريكية، حيث تبدأ اليوم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. جدير بالذكر أن هذه الولاية، ولاية نيويورك، يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، وكذلك إذا تحدثنا عن مجلس النواب فيبلغ عدد مقاعد هذه الولاية، ولاية نيويورك، في مجلس النواب 29 مقعدا. وحتى الآن قبل إجراء هذه الانتخابات، موقف ولاية نيويورك في مجلس النواب هو أو أنها تضم 19 ديمقراطيا و7 جمهوريين، وهناك مقعد واحد شاغر لوفاة أحد نوابها. وتحظى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأهمية كبرى، حيث يعتبرها الأمريكيون استفتاء على سياسات الرئيس. وفي ظل احتدام المنافسة، يسعى الجمهوريون والديمقراطيون للفوز بالأغلبية وبسط نفوذهم على الكونغرس. انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي تتسم بأهمية كبرى لكونها تشكل استفتاء على سياسات الرئيس جو بايدن، ويحاول الجمهوريون أن يظهروا ثقتهم في الفوز، إذ لا يحتاجون إلا للفوز بست مقاعد إضافية في مجلس النواب وبمقعد إضافي في مجلس الشيوخ ليحظوا بأغلبية الكونغرس، بينما لا يزال الديمقراطيون يصرون على أن وضعهم جيد. وعلى الرغم من أن الجانبين يتوقعان الفوز، فسيكون للأرقام رأي آخر على الأقل لطرف منهما. استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر الديمقراطيين في موقف دفاعي، ويعانون لإقناع الناخبين بشأن الهموم اليومية التي تعتبر محورية في هذه الانتخابات. في المقابل، بيّنت الاستطلاعات أن الجمهوريين متقدمون في السباق على مجلس النواب، وأنهم يكتسبون زخماً في المواجهات الرئيسية على مقاعد مجلس الشيوخ، في حين يسعى الناخبون إلى التخلص من الإحباط بسبب التضخم الأكثر ارتفاعاً منذ 4 عقود والهجرة غير الشرعية المتزايدة. يشار إلى أنه عادة ما تعتبر انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة استفتاءً على رئيس البلاد الذي يميل حزبه إلى خسارة مقاعد في الكونغرس، خصوصاً إذا كانت نسبة تأييده كما هو الحال مع بايدن اليوم أقل من 50%، كما تعطي مؤشراً على موافقة مؤيدي ومناصر الرئيس وغيرهم أيضاً على خيار الاستمرار في السياسات التي اعتمدها سواء داخلياً أو خارجياً أو معاقبة عبر صناديق الاقتراع. لا شك أن الجواب سيأتي خلال الأيام المقبلة بعد فرز أصوات الأمريكيين الذين سيشاركون في انتخابات تجديد جميع مقاعد مجلس النواب وأكثر من ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى نحو 30 حاكم ولاية من أصل 50. وقبل الاقتراع، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز إبسوس تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى 39%. وأظهر الاستطلاع الذي أجري على مدار يومين أن تأييد الأمريكيين لأداء بايدن قد تراجع نقطة واحدة، وبذلك يقترب من أدنى مستوى وصل إليه خلال ولايته التي بدأت في يناير من العام الماضي. ويعد الحزب الديمقراطي هو أقدم حزب سياسي مستمر في الولايات المتحدة والعالم، ويأتي على رأس الحزب الديمقراطي جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية.
ويمثل الحزب الجمهوري الأقلية في مجلس النواب والشيوخ قبل انتخابات التجديد النصفي انتخابات 2022، وشغل 19 رئيسا جمهوريا منصب رئيس الولايات المتحدة، آخرهم الرئيس السابق دونالد ترامب. Democracy is literally on the ballot. This is a defining moment for the nation. We gotta win. Vote, vote, vote. And we are a nation that loves to be rained upon. Let's stay out here. Let's go. Let's do it. No excuses. No more talking about big tech. No more talking about the border. We need to people who are going to fight for the issues and actually get something done for the people of Ohio. Dave Matthews! We're going to be able to codify Roe v. Wade as the law of the land. Democracy itself is on the ballot. The stakes are high. Here we need a landslide so big that the radical left cannot rig it or steal it. هذا وأعلنت وسائل إعلام أمريكية أن هناك تقاربا في استطلاعات الرأي بين الديمقراطيين والجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. تشير المؤشرات إلى التقارب بين الحزبين في ولايات أريزونا ونيفادا وجورجيا وبنسلفانيا. من بين الولايات المتأرجحة بين الديمقراطيين والجمهوريين ستحدد 4 ولايات فقط هوية الحزب الذي يسيطر على الكونغرس الأمريكي. وسائل إعلام أمريكية رصدت تقارب استطلاعات الرأي بين المرشحين على قوائم الحزبين الديمقراطي والجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ في ولايات أريزونا، نيفادا، جورجيا وبنسلفانيا. وبحسب التقارير الأمريكية فإن الصراع مشتعل فيما يخص التنافس على مقاعد مجلس الشيوخ في الولايات 4 التي تحولت إلى ساحات تنافس فاصلة في المعركة على الغرفة العليا للكونغرس، حيث يسعى المرشحون في كل سباق إلى الفوز الذي يتخطى به حزبهم حد 50 مقعدا للأغلبية. ففي جورجيا يتقدم الجمهوري هيرشل ووكر على السيناتور الديمقراطي الحالي رافائيل وارنوك بنسبة 1.6% وفقا لمتوسط استطلاعات الرأي التي أجريت في الأسابيع الأخيرة، فيما نجح الجمهوري بليك ماسترز في أريزونا في تضييق الفارق مع السيناتور الديمقراطي الحالي مارك كيلي الذي يتقدم بنسبة 2.3% في استطلاعات الرأي. وفي نيفادا يتقدم الجمهوري آدم لاكسلت النائب العام السابق للولاية على السيناتور الديمقراطي الحالي كاثرين كورتيز ماستو بنسبة 1.9%. أما في السباق الأكثر شهرة هذا العام يتقدم حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي جون فيترمان بنسبة 0.6% على جمهوري الدكتور محمد أوز، وهو أحد أقرب الهوامش في السباق منذ الانتخابات التمهيدية. ولا يزال عدد من سباقات مجلس الشيوخ الأخرى في جميع أنحاء البلاد ضيقة لكن دون هامش قريب،
وينقسم مجلس الشيوخ حاليا بنسبة 50-50 بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكن نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس تمتلك حق كسر هذا التعادل ومنح الأغلبية للديمقراطيين كونها رئيسة مجلس الشيوخ. مشاهدينا، وفي إطار هذه التغطية الخاصة بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والتي بدأت ربما منذ قليل في بعض الولايات المتحدة الأمريكية، هذه لقطات حية ومباشرة لإحدى مراكز الاقتراع، واحدة في ولاية نيويورك الأمريكية والأخرى في ولاية أوهايو. وللمزيد من المتابعة والنقاش ينضم إلينا من بروكسل عبر سكايب محمد رجائي بركات، الكاتب والباحث السياسي والخبير في العلاقات الدولية. سيد محمد، بداية أرحب بك معنا في هذه التغطية على شاشة القاهرة الإخبارية. أبدأ معك بأن لماذا الآن أصوات الجمهوريين تتصاعد وتحديدا الرئيس السابق دونالد ترامب بخصوص رفضهم للخسارة بأي حال من الأحوال؟ هناك تخوف لدى الرأي العام ولدى المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية من الأوضاع الاقتصادية خاصة الحالية التي ساءت، وخاصة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وطبعا الآن هذه الانتخابات مصيرية بالنسبة للجمهوريين. الرئيس ترامب لم يخفي منذ فترة طويلة رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وهذا ما فعله، فهو الآن مرشح للانتخابات ويبذل كل ما في وسعه من أجل أن يفوز الجمهوريون في هذه الانتخابات. وطبعا هذا سيغير الكثير من الأمور، ستصبح الحياة والأعمال السياسية للرئيس الحالي صعبة خلال العامين القادمين، فيما لو حصلوا على الأغلبية في مجلس النواب وفي الكونغرس. هناك سيكون تعطيل للكثير من المشاريع ربما والقرارات التي سيتم تبنيها، وأيضا هذا يؤثر بشكل أو بآخر. إذا تحدثنا عن الموقف الأوروبي، أنت متواجد في بروكسل، أي خيار يفضل أكثر الأوروبيون والاتحاد الأوروبي؟ هل البقاء على هذا الحزب الديمقراطي وسيطرته، أم الخروج بخيار آخر وربما قد ينجح هذا الخيار الآخر وقد يحقق هذا الاستقرار الاقتصادي الذي يسعى إليه الشعب الأمريكي؟ فعلا يعني بالطبع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، لا يحق لهم التدخل في الانتخابات في السياسة الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الوقائع تشير إلى أن معظم المسؤولين الأوروبيين لا يرغبون عودة الرئيس الأمريكي ترامب، لأن لديهم ذكريات سيئة معه خلال فترة حكمه السابقة. قام بفرض جمارك على المنتجات الأوروبية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي، خرج من الاتفاق النووي مع إيران،
أيضا تسبب بالكثير من المشاكل ضمن إطار حلف شمال الأطلسي. طالب الأوروبيين زيادة مساهماتهم في الحلف، أشار إلى أن هذا الحلف عفى عليه الزمان إلى آخره. وهل هناك يعني تخوف تحديدا من عودته على التأثير على مصير الحرب الروسية الأوكرانية؟ بالطبع، الآن التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين الجمهوريين أنه في حال نجاحهم في الانتخابات فإنهم سيوقفوا الدعم العسكري أو سيخففوا من الدعم العسكري لأوكرانيا من أجل مواجهة الجيش الروسي. وأيضا ما يتسبب أيضا بنوع من ربما إعطاء هذا التوقف أو تخفيف الدعم أسبابا أكثر. وهل هنا ستكون أوروبا قادرة على الصمود وحدها في مواجهة روسيا؟ لا أعتقد ذلك. أيضا هناك ضغوط، وهذا ما كنت أريد أن أقوله، هناك ضغوطات داخلية أوروبية. الشعوب الأوروبية بدأت تتذمر صحيح من ارتفاع الأسعار، وبدأت تعاني من مشاكل حقيقية. نحن الآن في بداية سيأتي فصل الشتاء وبدأ البرد، والكثير من المواطنين يتجنبوا استخدام أجهزة التدفئة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والمحروقات بشكل عام، وأيضا المواد الغذائية. فبالتالي هناك رغبة لدى الشعوب بوقف هذه الحرب ووقف المساعدات. اليوم كان في اجتماع في بروكسل لوزراء المالية، تم التحدث عن احتمال عدم دفع مبالغ كانت أوكرانيا موعودة بها من أجل مساعدتها. طبعا هذا سيؤثر فعلا على مسار الحرب. وجدنا أيضا أنه حتى في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس بايدن يريد قطع الطريق أمام الجمهوريين، وقام ويقوم كبار مسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء مفاوضات. طيب، على كل حال يجب أن أتوقف حتى الآن أو إلى الآن حتى هذا الحد. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر سكايب من بروكسل السيد محمد رجائي بركات، الكاتب والباحث السياسي. الآن ننتقل مشاهدينا إلى شرم الشيخ، حيث قمة المناخ الحالية COP27، وهذه الجلسة التي يتحدث فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني معالي المستشار، فخامة المستشار، بأن هو الوقت ده وقت التنفيذ الحقيقي، وقت التنفيذ الحقيقي والاستعداد مش للمخاطرة ولكن للتحرك الفعال والحاسم من أجل تنفيذ كل الكلام والنقاش اللي احنا اتكلمنا فيه واللي بنتكلم فيه من قبل كده. أنا التقيت بكثير من رؤساء الشركات اللي موجودة دلوقتي على الطاولة هنا في مصر، وكان كلامي معهم دايما ان احنا مستعدين نتحرك بقوة. وده اللي انا عايز اقوله، مش بس على مصر، على مصر وعلى الدول، وعلى الكلام المهم اللي اتقال على افريقيا تحديدا. احنا مستعدين نتحركوا بسرعة حتى نلبي التخطيط والفكر المستقبلي لانتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة وبسرعة، لان ده هيخدم حاجتين. هيخدم الدول النامية اللي احنا بنتكلم عليها ونديها فرصة انها تتقدم، وايضا موضوع المناخ اللي احنا حارسين على ان احنا نتحرك فيه وبسرعة. يعني المنتدى اللي احنا بنتكلم عليه اللي مع المنتدى العالمي لانتاج الهيدروجين، اتمنى ان كل الدول اللي موجودة تنضم لنا في هذا المجال ونتحرك وبسرعة دون خوف على الفلوس، يعني على الاموال. لان طبعا الدراسات بتقول ان التكنولوجيا لسه في بدايتها يمكن، لكن ممكن نخطئ وبعدين نصلح اخطائنا فيما بعد، او يعني تباعا بعد كده. فلنتحرك ونتحرك بفعاليه، واتصور ان كتير من الموجودين من اللي طرحوا استعدادهم ل يعني استقبال هذه الشراكات وهذه التكنولوجيا على اراضيها ومن ضمنها مصر، احنا جاهزين للتحرك لآلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة، وأيضا لإنتاج الهيدروجين الأخضر مش في مصر بس، ولكن أنا قلت في مصر وفي الدول الأفريقية، في تونس وفي الجزائر وفي موريتانيا وفي باقي الدول الأفريقية. أنا بشكركم الحقيقة على
حضوركم معانا وعلى كل ما أنفضتم به أشكركم جزيلا، وننفذ ما نتكلم عنه. شكرا جزيلا. شكرا. Thank you. The meeting is adjourned. شكرا. Thank you. The meeting. تغير المناخ ومع أهداف اتفاق باريس. والحقيقة أن الكثير من الدول. إذن مشاهدينا، تابعنا مع حضراتكم في شرم الشيخ حيث قمة المناخ التي تعقد الآن كوب 27 في شرم الشيخ. تابعنا معكم كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن المائدة المستديرة للاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر. الآن نعود إلى سياق هذه التغطية والخاصة بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا لا تتدخل بأي شكل في انتخابات الكونغرس الأمريكي. وأشارت زاخاروفا إلى أنه يجب على الديمقراطيين والجمهوريين أن يهتموا بالحديث عن مواضيع تشغل الناخب الأمريكي، مؤكدة في الوقت ذاته أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو الذي يتدخل في مجرى الانتخابات الأمريكية وليست موسكو. ومع كل استحقاق انتخابي في الولايات المتحدة تبرز الاهتمامات أو الاتهامات الأمريكية لروسيا بمحاولة تدخل في الانتخابات، فقد كشف باحثون وخبراء أمريكيون في مجال الأمن الرقمي عن محاولات روسية للتدخل في انتخابات التجديد النصفي في حين تنفي روسيا هذه الاتهامات. حرب باردة يطال لهيبها كل استحقاق انتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية. فمع تجدد الاتهامات الأمريكية لروسيا خلال بدء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة بالتدخل والتأثير على تصويت الناخبين، نفى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين هذه الاتهامات، واعتبرها تبريراً استباقياً من الحزب الديمقراطي لهزيمته في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المرتقبة بحسب تعبيره. أتى هذا التعليق بعدما كشفت مصادر لصحيفة نيويورك تايمز أن حسابات مزيفة بدأت حملة للتأثير على نتائج الانتخابات النصفية تنفذها وكالة روسية تدخلت في انتخابات عامي 2016 و2020. الغريب في الأمر أن نفي الدوما قابله اعتراف من رجل الأعمال الروسي يفجيني بيرغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وقال على وسائل التواصل إنه يتدخل بالفعل في الانتخابات وسيواصل القيام بذلك بحذر ودقة على حد وصفه. ويخضع بيرغوجين لعقوبات أمريكية وأوروبية، وهو متهم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية خاصة الرئاسية عام 2016 من خلال جيوش إلكترونية تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي. وتصاعد القلق من إمكانية تدخل قوى أجنبية أخرى مثل إيران والصين في التأثير على الانتخابات الأمريكية. ففي الفترة التي سبقت انتخابات الرئاسة عام 2016 ظهرت أزمة البريد الإلكتروني المزيف المنسوب لما يسمى بالأولاد الفخورين والذين دعوا للتصويت لصالح ترامب، ويعتقد الخبراء أن من أرسله هم قراصنة إيرانيون. مكتب مدير الاستخبارات الوطنية حذر من أن التدخل في الانتخابات يهدف لتهديد النسيج الديمقراطي لتغيير وجهات نظر الناخبين الأمريكيين وتغيير السياسات الأمريكية وتعميق الخلاف وتقويض الثقة في العملية الانتخابية. Democracy is really on the ballot. This is the defining moment for the nation. We all must speak with one voice regardless of our party. There's no place in America for political violence. No place. Likewise getting
more votes than any sitting president in the history of our country by far. Now, in order to make our country successful, safe, and glorious, I will probably have to do it again, but stay tuned. للمزيد من النقاش ينضم إلينا الآن من واشنطن عبر الهاتف آدم روزفلت الخبير في شؤون الأمن القومي الأمريكي. سيد آدم، أرحب بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. من صاحب الحظوظ الأكبر في هذه الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، الجمهوريون أم الديمقراطيون، أم استطلاعات الرأي تقول أن النسب متقاربة؟ سيد آدم، طيب سيد آدم روزفلت الخبير في شؤون الأمن القومي الأمريكي، إذا كنت تسمعني ولكن لم تسمع سؤالي أول مرة، فأنا أسألك عن من صاحب الحظوظ الأكبر في هذه الانتخابات، الجمهوريون أم الديمقراطيون، أم النسب متقاربة للغاية؟ يبدو أننا فقدنا التواصل مع السيد آدم روزفلت، بالتأكيد سنحاول التواصل معه مرة أخرى خلال هذه التغطية. إذن يحل ملف الأزمة الأوكرانية بقوة على الساحة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، ففي الوقت الذي قدم الديمقراطيون دعما كبيرا لأوكرانيا، أعلن كبار الجمهوريين أنهم قد يخفضون المساعدات لكييف في حال فوزهم في هذه الانتخابات. معركة انتخابية مؤثرة على مستقبل الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل الخلاف حول ملف الحرب الروسية الأوكرانية يعد أحد أهم العوامل المؤثرة في تصويت الناخبين. كبار الجمهوريين أعلنوا أنهم قد يخفضون المساعدات لأوكرانيا إذا فازوا بالأغلبية في الكونغرس، بينما يرى الديمقراطيون أن دعم أوكرانيا ضرورة لنصرها على الغريم الروسي، ويظل هذا الدعم نقطة خلاف يتم استغلالها لجذب الناخبين ونقطة خلاف بين الجمهوريين ذاتهم. فأكد زعيم الأقلية في مجلس النواب النائب الجمهوري كيفن ماكارثي أن الجمهوريين إذا سيطروا على الكونغرس لن تكون ميزانية دعمهم لأوكرانيا مفتوحة في ظل الركود الاقتصادي. وقال السيناتور عن ولاية ميزوري جوش هاولي إن المساعدات الموجهة لأوكرانيا ليست في مصلحة أمريكا، بل تسمح لأوروبا باستغلالها. التعليقات كشفت الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، حيث دعا الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل البيت الأبيض إلى زيادة المساعدة لأوكرانيا لإحباط ما وصفه بالعدوان الروسي. عامل آخر كاد أن يؤثر في الانتخابات هي الرسالة التي سحبها مجموعة من الديمقراطيين اليساريين، دعوا فيها إلى تسوية تفاوضية للحرب في أوكرانيا وإنهاء الدعم الأمريكي، واضطروا للتراجع بعد اتهامهم بأنهم يضعفون موقف الرئيس جو بايدن. 57 عضواً في مجلس النواب و11 في مجلس الشيوخ من الجمهوريين هم فقط من صوتوا ضد حزمة مساعدات بقيمة 40 مليون دولار لأوكرانيا. فأمر الدعم الأمريكي لأوكرانيا محسوم في أروقة المؤسسات الأمريكية، ولكن يظل هذا الدعم مؤثراً على تصويت الناخبين ورأيهم حول الوضع الاقتصادي. يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديات اقتصادية كبيرة خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والتي ستجرى الثلاثاء، ويسعى الحزب الجمهوري لاستعادة سيطرته على مجلسي الشيوخ والنواب مستغلين قضية التضخم الاقتصادي.
تبرز الملفات الاقتصادية التي تعد الشاغل الرئيسي للناخب الأمريكي. فبينما يظهر الجمهوريون ثقة متزايدة في إمكانية الإطاحة بالغالبية الديمقراطية في الكونغرس بسبب هذا الملف، يؤكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته أحرزت تقدماً كبيراً خلال 20 شهراً الماضية لبناء الاقتصاد. ودلل بايدن على إحراز تقدم ملحوظ في الملف الاقتصادي بتقرير الوظائف الأخير الذي أظهر إضافة 261 ألف وظيفة الشهر الماضي إلى الاقتصاد الأمريكي. ويظل التحدي الأكبر لبايدن هو معدلات التضخم، والتي بالرغم من تباطؤها بوتيرة شهرية في سبتمبر فإنها لا تزال عند أعلى مستوياتها في 4 عقود. وفي هذا السياق أكد بايدن أن محاربة التضخم هي الأولوية الاقتصادية القصوى له. ولاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، سحب بايدن كميات تاريخية من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي، وكان آخرها 15 مليون برميل لضخها في الأسواق خلال ديسمبر. ودعا شركات النفط والغاز الأمريكية لاستثمار أرباحها في خفض التكاليف للعائلات الأمريكية وزيادة الإنتاج. السحب التاريخي أثار انتقادات واسعة للرئيس الأمريكي عقب وصول احتياطات النفط الاستراتيجية إلى أدنى مستوى لها خلال 4 عقود. وينضم إلينا الآن من واشنطن هاتفياً مراسلنا رامي جبر. رامي، بعد التحية، أنت في واشنطن، عملية الاقتراع والتصويت بدأت لديك، أليس كذلك؟ بالفعل، عمليات الاقتراع والتصويت بدأت الآن في ولايات الساحل الشرقي كاملة، حيث التوقيت الآن المحلي 7 صباحا. بعض الولايات بدأت للتو، مثل ولاية ميريلاند الأمريكية القريبة، ولاية فيرجينيا فتحت أبواب الاقتراع مبكرا اليوم في 6 صباحا. تتباين في بعض الولايات توقيتات فتح الصناديق وإغلاق الصناديق. بالنسبة مثلا لفيرجينيا الولاية القريبة، ستغلق الصناديق في 7 مساء، بينما ستغلق في ميريلاند في 8 مساء، أي أنهم سيستمرون في العمل لحوالي 13 ساعة متواصلة. سيكون يوما طويلا بالنسبة للعاملين في مراكز الاقتراع، وهم أيضا هناك سماح، ربما يكون هناك تمديد للتصويت في حالة تزايد الإقبال، ولكن لا يزال الوقت باكرا جدا حتى نتحدث عن تمديد التصويت، حيث إن الأعداد الآن، يعني حتى الآن لا يوجد أي معلومات أو بيانات حول سير هذه العملية. إذا كنت تقصدين عملية تمديد التصويت، نعم، عملية الاقتراع بشكل عام، تجري الآن عملية الاقتراع في أعداد محدودة، ليست الأعداد كبيرة جدا، الوقت لا يزال مبكرا. بالفعل كان هناك البعض في بعض مراكز الاقتراع يصفون في طوابير أمام مراكز الاقتراع، ولكن هذه الطوابير ليست طويلة بالشكل الذي يمكن أن نراه في منتصف النهار أو ربما مع الاقتراب من نهاية اليوم. تتباين بالطبع حالة عملية التصويت ما بين مكان وآخر وما بين ولاية وأخرى في المدن، تختلف عن المناطق النائية. ربما يكون يعني هناك طوابير محدودة، ولكن ليس هناك هذا العدد الكبير حتى الآن، يعني نرى بعض الطوابير المحدودة ولكن ليس هناك الزخم الكبير حتى الآن. ربما نجد هذا أكثر في منتصف النهار مع ارتفاع درجات الحرارة قليلا، لأن اليوم يعتبر من الأيام الباردة بشكل مفاجئ في ولايات. رامي، نحن بالتأكيد معك على مدار الساعة لمتابعة سير هذه العملية، ولكن أنت في واشنطن، استطلاعات الرأي ماذا كانت تقول عن واشنطن بخصوص تقدم الجمهوريين أم الديمقراطيين؟ بالنسبة لواشنطن هي منطقة آمنة للديمقراطيين، هي مدينة، ولذلك التصويت فيها عادة ما يكون للمرشحين الديمقراطيين، ليس هناك أي مخاوف لديهم من ذلك، من الأماكن المطمئنة جدا لهم. ولكن هناك بعض الجدل البسيط
حول أن المرشحين الديمقراطيين في منطقة واشنطن أو ما يسمونه ديستريكت أوف كولومبيا أو قطاع كولومبيا لديهم بعض المنافسين من حركة ماجا، حركة فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، الحركة التي تؤيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمعروفة دائما بشراستها في المنافسات الانتخابية. لذلك هناك بعض المخاوف البسيطة من جانب الديمقراطيين من هؤلاء المنافسين الجمهوريين من أنصار ترامب التابعين لحركة ماجا، ولكن غير ذلك فإن واشنطن تقريبا تعتبر زرقاء باستمرار. طيب بشكل عام لماذا احتفل الجمهوريون قبل بدء الانتخابات بفوزهم وثقتهم على فوزهم في هذه الانتخابات، رغم أن استطلاعات الرأي وحتى التصويت المبكر يقول أن نسبة التصويت ربما متقاربة؟ صحيح، بالفعل النسب متقاربة حتى في الولايات التي يتفوق فيها المرشح الجمهوري أو حتى المرشح الديمقراطي، تجدين التفوق ليس بفارق كبير إلا في حالات محدودة جدا، عندما مثل شاك شومر في نيويورك مثلا الديمقراطي السيناتور الديمقراطي المخضرم الذي يتفوق بفارق كبير، لكن في العادة المنافسات دائما ما تكون متقاربة. لكن هذا الاحتفال وهذه الثقة في الفوز هي استراتيجية، في الحقيقة هي استراتيجية تتبعها يتبعها الحزب الجمهوري الآن، واتبعها أيضا الحزب الديمقراطي حتى من خلال جو بايدن نفسه الذي كان يتحدث منذ أيام ويقول أنه واثق من فوز الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات. ولكن بالأمس كان هناك تصريح مهم للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي قال فيه إن حسم مجلس الشيوخ للديمقراطيين مضمون أو سيكون سهلا، لكن حسم مجلس النواب سيكون صعبا. ربما هذا أول تصريح واقعي نستمع إليه من الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ بدء الحملات الانتخابية. هو يرى أن مجلس، وهذا يحيي بالتخوف الكبير لجو بايدن. بالفعل صحيح صحيح، هناك تخوف كبير، والآن هناك بدأ الديمقراطيون يلمسون الأرض. هم أيضا كانوا محلقين وكانوا يعتبرون أنهم سيفوزون هم أيضا. هي استراتيجية، أنا أخبر الناس أنني سأفوز فإذا سأفوز، فالناس يحصل عندها نوع من أنواع أن هذا هو الطرف الفائز فدعني أذهب معه. هي استراتيجية انتخابية معروفة هنا. وربما الحزبان حاولا تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل أو بآخر. طيب رامي، أذهب معك إلى ولاية بنسلفانيا، وهذه الولاية ربما يعول عليها كثيرا سواء الجمهوريون أو الديمقراطيون، حيث رأينا زيارة سواء لجو بايدن أو أوباما وحتى لدونالد ترامب. وهنا أسألك، لماذا هذا الإصرار على استقطاب سكان هذه الولاية تحديدا؟ نعم، دعيني أقول لك بعض المعلومات البسيطة عن بنسلفانيا. بنسلفانيا أولا لا تطبق نظام التصويت المبكر. نعم. إذن يجب أن يحشد كلا الحزبين كل أسلحتهما في هذه الولاية لليوم الكبير، لليوم المحدد. بنسلفانيا أيضا من الولايات المتأرجحة. نعم. ولا تزال كذلك، وهي دائما متأرجحة، لا تميل إلى أي من الحزبين، لا ديمقراطية ولا جمهورية، لا زرقاء لا حمراء. وأيضا هي فيها كتلة تصويتية كبيرة. الجميع يطمع فيها، لهذا تم التركيز عليها والتركيز على زيارتها. صحيح. يعني ربما صحيح. لم يتم التركيز على مثيلتها بهذا الشكل. صحيح، هي لها خصوصية في ذلك، وفيها تنوع عرقي وتنوع في سكانها. كل ذلك يجعل بنسلفانيا من ودائما بنسلفانيا ما ترجح من سيكون الرئيس في كثير من الانتخابات، حتى خلاف انتخابات التجديد النصري والكونغرس. دائما ما نجد ان بنسلفانيا تحدد هوية من سيحكم الولايات المتحدة الأمريكية. في الانتخابات الأخيرة حصل بايدن على بنسلفانيا وهو الآن الرئيس، وقبلها حصل ترامب على بنسلفانيا في انتخابات 2016 وأصبح هو الرئيس. دائما بنسلفانيا ما نجدها من يحصل على بنسلفانيا ربما يكون هو الرئيس بنسبة كبيرة، لذلك بنسلفانيا نجد لها هذه الخصوصية.
طيب رامي، أعلم أن المزاج الأمريكي متقلب إلى حد كبير، ولهذا ربما الآن تشجيع عودة الحزب الجمهوري تزداد يوما بعد يوم مع قرب هذه الانتخابات وبدأ هذه الانتخابات اليوم، ولكن لماذا يعتقد الآن الشارع الأمريكي أن الحل بيد الجمهوريين؟ لماذا يعتقد أن الحل الاقتصادي تحديدا بيد الجمهوريين وهذه ظروف طرأت على العالم أجمع؟ هناك عاملان. أولا، دائما الأمريكيون ما يرغبون في التغيير. إذا حكمت البلاد إدارة ديمقراطية لفترة وساءت الأمور على أي صعيد من الأصعدة فإننا نجدهم يتحولون إلى انتخاب أو التصويت للجمهوريين. إذا حكم الجمهوريون لفترة وساءت الأمور نجدهم يتحولون للديمقراطيين. يريدون دائما تجربة المختلف، تجربة شيء جديد، تجربة من يقعد في مقاعد المعارضة وينتقد ويرون ماذا سيفعل. هذا هو ديدا الناخب الأمريكي وديدا السياسة الأمريكية منذ عشرات السنوات. لكن هذه المرة أيضا معروف أن الجمهوريون لديهم اهتمام أكبر بالاقتصاد ودعم الاقتصاد، وكانت مؤشرات الاقتصاد جيدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ربما ساءت لعوامل أخرى خارجة عن إرادة الجميع في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكنهم يرون في بايدن أنه لم يعالج الأزمة الاقتصادية بالشكل الصحيح، ويرون الأمل في الجمهوريين الذين يفهمون في أمور الاقتصاد ويستطيعون معالجة هذه الأمور، بينما دائما ما يذهب الديمقراطيين إلى أمور أخرى مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والاهتمام بالفئات الأضعف. نعم. والفئات المهمة. إلى هنا وضحت الصورة. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا الزميل رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من واشنطن عبر الهاتف، شكرا لك، وبالتأكيد سنستكمل هذه التغطية معك في فترات أخرى وعلى مدار هذه العملية، عملية الاقتراع أو التصويت في هذه الانتخابات. الآن ينضم إلينا عبر سكايب من جنيف ناصر زهير، رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمركز جنيف للسياسات الدبلوماسية. أرحب بك على شاشة القاهرة الإخبارية سيد ناصر، وربما أبدأ معك من حيث انتهيت مع مراسل القاهرة من واشنطن، ونحن نتحدث عن المزاج الأمريكي المتقلب للغاية. إذن لماذا يظن المواطن الأمريكي الآن أن الحل بيد الجمهوريين؟ يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع السيد ناصر زهير رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمركز جنيف للسياسات الدبلوماسية. سنحاول التواصل معك مرة أخرى ونستكمل هذه التغطية، حيث يترقب الشارع الأمريكي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وسط تساؤلات عن موقف الناخبين العرب المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. تأتي هذه التساؤلات نظرا للانقسام الكبير بين الأمريكيين حول قضايا ملحة للجميع. ويعتبر الناخبون اللاتينيون عاملا مؤثرا في حسم هذه النتائج، نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، الأمر الذي دفع الديمقراطيين والجمهوريين إلى توجيه خطابات تحثهم على زيادة الإقبال على التصويت. التأثير المتوقع للناخبين اللاتينيين على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أجبر الديمقراطيين والجمهوريين
على توجيه خطابات تحثهم على زيادة الإقبال على التصويت. يتميز الناخبون اللاتينيون بالإقبال على التصويت بأعداد قياسية، ففي عام 2020 أدلوا بما يقدر بنحو 16 مليون و600 ألف صوت، بزيادة قدرها 31% على إقبالهم في الانتخابات الرئاسية عام 2016. ويمثل الناخبون اللاتينيون مجموعة متنوعة من البلدان التي جاءوا منها واللغات الأصلية والقيم الثقافية والتعليم والخصائص الشخصية، ولهذا فإن أنماط التصويت تتوقف على تجاربهم الفردية، وهو ما يبرز استمرار دعم الناخبين اللاتينيين لمرشح الحزب الجمهوري في عدد من الولايات رغم السياسات المتشددة التي أبداها الحزب تجاه الهجرة. في المقابل تستبعد مراكز أبحاث أمريكية أن يصوت اللاتينيون الذين يصل عددهم إلى 65 مليوناً في الولايات المتحدة لصالح الجمهوريين، بعد أن عانى كثيرون منهم التمييز الشديد ضد عائلاتهم ومجتمعاتهم منذ انتخاب دونالد ترامب عام 2016. وعلى الرغم من القضايا المشتركة بين الناخبين اللاتينيين، فإن القضايا الرئيسة بالنسبة إليهم تختلف بحسب الانتماء السياسي أو الميول، إذ يمثل الاقتصاد أولوية قصوى لهم، وكذلك التعليم والرعاية الصحية وسياسات السلاح وجرائم العنف والهجرة. لكن في الإطار العام يعتقد اللاتينيون أن الديمقراطيين يهتمون أكثر باحتياجاتهم ويعملون لكسب أصواتهم، ويتماشى هذا الاعتقاد مع النمط التاريخي لهؤلاء الذين يصوتون بشكل متكرر للمرشحين الديمقراطيين. عاد إلينا مرة أخرى وعبر سكايب من جنيف السيد ناصر زهير رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمركز جنيف للسياسات الدبلوماسية. سيد ناصر أرحب بك مرة أخرى، نتحدث عن المزاج الأمريكي ربما المتغير، ولماذا الآن يصر المواطن أو يعتقد المواطن الأمريكي أن الحل بيد الجمهوريين رغم هذه الاستطلاعات استطلاعات الرأي؟ نعم، تحياتي لكم ولفريق العمل والمشاهدين. يعني الآن بالنسبة للمواطن الأمريكي يسير وفق أو يسير رأي العام الأمريكي وفق نقطتين. النقطة الأولى أن أرقام الاقتصاد والأوضاع الاقتصادية الأمريكية الداخلية كانت في عهد الجمهوريين بقيادة ترامب كانت أرقام جيدة جدا، بغض النظر عن الفوارق فيما يتعلق في الحرب الأوكرانية وتأثيرات جائحة كورونا. الفوارق كبيرة سيد ناصر والمتغيرات كثيرة أيضا. بالتأكيد، ولكن أيضا لا يمكن أن نلوم أو نلقي باللوم في الأوضاع الاقتصادية السلبية على الحرب في أوكرانيا، لأن حتى مقاربة أو التعاطي مع الحرب في أوكرانيا كانت سيئة جدا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. هذا ما يراه جزء كبير من الأمريكيين وحتى الغربيين حلفاء الولايات المتحدة. النقطة الثانية هي ضعف الثقة في الديمقراطيين فيما يتعلق في السياسات الاقتصادية. يعني حتى قبل جائحة كورونا لم يكن هناك تحقيق للوعود الكبيرة التي أطلقها جو بايدن، خاصة ما يتعلق في الخطة الكبيرة لتنمية البنى التحتية، المساعدات الاقتصادية، الحزم التحفيز. كل هذا لم يتم التعاطي معه بشكل جيد، ولذلك الأمريكيين الآن يفكرون في الأوضاع الاقتصادية الداخلية أكثر من السياسات الخارجية، أكثر من تمدد الناتو، أكثر من دعم أوكرانيا في الحرب، ويرون بأن هناك مقاربات جديدة يمكن أن تقود إليها هذه الانتخابات. أيضا فرملة اندفاع بايدن والديمقراطيين، لأن بايدن الآن يخوض عدة صراعات، صراع في أوكرانيا مع روسيا، صراع مع الصين في تايوان، بوادر صراع مع الأوروبيين فيما يتعلق في مواجهة تجارية، وهذا كله ينعكس على الاقتصاد الأمريكي. وجود الجمهوريين وفوزهم قد يفرمل هذا الاندفاع بالنسبة للديمقراطيين ولبايدن، هذا ما يسوق إليه الجمهوريين، وأعتقد بأنه الأقرب. طيب أنت ذكرت وتحدثت أن التعاطي مع الأزمة الروسية الأوكرانية أو الحرب الروسية في أوكرانيا لم يكن بشكل جيد ولم يتعاطى بايدن معه بشكل جيد، كيف كان من الممكن أن يتعاطى بايدن مع هذه الحرب أو مع هذه الأزمة؟ هل تقصد هنا التمويلات أو الدعم الكبير الذي قدم لأوكرانيا؟ التمويل والدعم هو مشكلة، ولكن لا أعتقد بأنه مشكلة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. يعني عندما نتحدث عن 15 مليار أو حتى 20 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا ليست بمشكلة للاقتصاد الأمريكي، ولكن
مسألة سير العقوبات وأن نخوض حرب اقتصادية هو ما أثر على الولايات المتحدة وعلى الاتحاد الأوروبي وعلى حلفاء الولايات المتحدة. كان يمكن أن يخاض هذا الصراع وفق مقاربات الصراع مع الصين. على سبيل المثال، الولايات المتحدة تخوض توترات جيوسياسية مع الصين منذ سنوات، ولكن لم يتم المساس بالتبادلات التجارية بالاقتصاد الأمريكي والصيني، وهذا ما كان يحسب للإدارات الأمريكية السابقة. الآن الولايات المتحدة هي من دفعت لحرب العقوبات، وهي من أجبرت الأوروبيين على فرض عقوبات قاسية على روسيا، وهذا ما قادنا إلى حرب الطاقة وأزمة تضخم كبيرة في الأسعار. هذا ما يراه الأمريكيين ويراه جزء من الأوروبيين، يعني بمعنى أو بمقاربة أخرى كان يمكن أن نخوض هذا الصراع سياسيا وعسكريا، ولكن من دون حرب عقوبات. فعليا أخطأ الغرب عندما اعتقد بأنها ستدمر الاقتصاد الروسي، ولكن الانعكاسات كانت سلبية. روسيا تأثرت بالتأكيد، ولكن على المدى القريب التأثير كان على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي. سيد ناصر، إذا حدث الفوز للجمهوريين فالجمهوريون يقولون أنهم سيخفضون هذا التمويل أو هذا الدعم المقدم لأوكرانيا، وهذا بالتأكيد أحب وأكثر ما يتمناه الغريم الروسي فلاديمير بوتين. هل هنا نستطيع أن نقول أن روسيا يمكن أن تتدخل في هذه الانتخابات، خصوصا أن كان هناك اتهامات من واشنطن لموسكو بالتدخل في هذه الانتخابات وتحذيرها من هذا الأمر؟ يعني أولا يجب أن نفرق بين التصريحات الدبلوماسية وبين الواقع. عندما يصل الجمهوريين إلى السلطة، أعتقد بأن الجمهوريين سيفسدون هذا التمويل لأوكرانيا، ولكن أيضا هم مندفعين أيضا في مواجهة الروس بشكل أو بآخر. يعني الجمهوريين ليسوا أصدقاء للروس ولن يسمحوا لروسيا بالانتصار في أوكرانيا، قد يدفعون إلى المفاوضات. هذه نقطة. النقطة الثانية، التدخل الروسي أعتقد بأنه حتمي في الانتخابات الأمريكية رغم نفي الروس ورغم تأكيد الولايات المتحدة. تعتقد أنه حتمي في هذه الانتخابات؟ نعم، أعتقد بأن روسيا ستتدخل بالقدر الذي تستطيع فيه، كما تدخلت في الانتخابات السابقة، كما تدخلت في الانتخابات التي قبلها، وكما تتدخل في الانتخابات الأوروبية أيضا والبريطانية بشكل أو بآخر، كما أيضا الولايات المتحدة تتدخل في كثير من المناطق فيما يتعلق في الانتخابات. يعني هنا التأثير، كل طرف سيعمل لمصلحته، الروس سيعملون لمصلحتهم، البريطانيين، الفرنسيين وحتى الأمريكيين. وبالتالي إذا كانت روسيا تمتلك فرصة للتأثير على الديمقراطيين وبايدن، أعتقد بأنها ستستغلها من دون أن تورط نفسها في أن تكون أو أن تدخل في أزمة دبلوماسية في التأثير على الانتخابات الأمريكية. ولكن وفق المؤشرات الحالية، يعني أعتقد بأن الروس يفضلون جمهوريين لأنهم يعتقدون بأن الجمهوريين لديهم مقاربات واقعية، هم أحسن الخيارات بالنسبة إليهم بالتأكيد. بالتأكيد تماما. حتى أعتقد بالنسبة للأوروبيين، لأن الأوروبيين الآن في الخامس في العشرين من الشهر الماضي عندما كانت القمة الأوروبية، كان الأوروبيين يقولون بأن الديمقراطيين لديهم ازدواجية غريبة في المعايير، يعني بمعنى نخوض حرب من العقوبات مع روسيا ثم تقوم الولايات المتحدة بإجراءات تقودنا إلى مواجهة تجارية مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، التأثير على الشركات الأوروبية. يعني هذه الفوضى التي تسبب بها الديمقراطيين، فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية قد يحد من تأثيراتها بشكل أو بآخر. طيب سيد ناصر، إذا تحدثنا عن أيضا نفس الفكرة وسيطر الجمهوريون على الكونغرس، كيف سيتعامل جو بايدن مع هذا الأمر وهذا يعتبر شل لسياسته المختلفة؟ يعني لا يوجد الكثير من الخيارات بالنسبة لجو بايدن سوى خوض أو أن يكون هناك مقاربات معينة مع الجمهوريين من أجل أن تمر السنتين المتبقيتين، لأنه حذر جدا وحذر كثيرا من أن وصول الجمهوريين سيشل. ولكن هذا سيعتبر في هذا الحال انتهاء لعهد جو بايدن؟ لا أعتقد ذلك. يعني جو بايدن سيتمتع بصلاحيات معينة حتى وإن فاز الجمهوريين بالكونغرس أو فيما يتعلق في الانتخابات. أقصد هذه الولاية، يعني إذا حدث هذا الفوز الجمهوري في الكونغرس، لن يكون هناك احتمالات لفترة أخرى أو ولاية أخرى لجو بايدن؟ بالتأكيد لا، قطعا لا، سواء كان فاز الجمهوريين أو الديمقراطيين. هذه نقطة مهمة جدا، لأن بايدن تسبب بفوضى كبيرة في الاقتصاد العالمي، في الاقتصاد الأمريكي. لا أعتقد بأن الأمريكيين سيقولون أو سيدفعون لفوزه مرة أخرى في الانتخابات مهما كانت النتائج. حتى وإن فكر الديمقراطيين بترشيح شخصية أخرى في الانتخابات القادمة، أعتقد إذا ما ترشح ترامب
فإن النتائج ستكون محسومة لترامب، لأن الأمريكيين يفكرون في الاقتصاد. يعني أنت تتوقع أن النتائج يمكن أن تكون محسومة لترامب ويعود مرة أخرى؟ أعتقد إذا ما ترشح هو عن الحزب الجمهوري بمقابل بايدن أو كامالا هاريس، الأمر محسوم بالنسبة لترامب لأمرين. الأمر الأول هو الاقتصاد، ترامب حسن الاقتصاد الأمريكي داخليا، والمواطن الأمريكي يفكر في الأوضاع الاقتصادية الداخلية، الضرائب التي يدفعها، دخله، البطالة، أكثر بكثير مما يفكر في التوترات الخارجية. أيضا، وهذا ما يسأل عليه بايدن، هل هذه الفوضى التي أحدثها في مع روسيا ومع الصين أتت بنتائج أم فعليا هي فقط خسائر؟ يعني بمعنى، هل تم ضم أوكرانيا فعليا إلى الناتو؟ هل منعت روسيا من غزو أوكرانيا؟ هل الصين الآن فعليا استقلت عنها تايوان؟ كل هذه النتائج لم تتحقق، وبالتالي بقينا نراوح مكاننا ولكن في كوارث اقتصادية. طيب، أنت تتحدث أن ترامب ربما تعامل بشكل جيد جدا أثناء فترة ولايته للولايات المتحدة الأمريكية مع السياسة أو مع الاقتصاد الأمريكي، وكان مستقر إلى حد كبير. هل إذا عاد ترامب مرة أخرى، هل سيستطيع التعاطي بشكل جيد مع هذه المستجدات التي طرأت على الساحة الدولية والتي طرأت على الاقتصاد العالمي، أما يقوله الآن هو مجرد فرض لقوته؟ أعتقد سيستطيع التعامل بشكل جيد مع الأزمات، لأن ترامب هو عقلية اقتصادية، بمعنى أن طوال الأربع سنوات التي بقيها ترامب في السلطة كنا نسمع جعجعة فقط، تصريحات، ولكن على واقع الأزمات السياسية والعسكرية لم يخط ترامب أي حرب عسكرية، لم يدفع أيضا نحو حرب عسكرية. هو قال في خطابات سابقة طوال الأربع سنوات لم تجرؤ روسيا على القيام بعملية عسكرية في أوكرانيا، وهو محق في هذا الأمر، لأن روسيا لم تكن بحاجة إلى ذلك. يعني في أثناء فترة ترامب جمد تمدد الناتو على الحدود الشرقية، ولم نكن بحاجة إلى خوض هذا الصراع. حتى في العلاقة مع الصين هو دفع نحو حرب تجارية، ولكن حققت منها الولايات المتحدة نتائج كبيرة. بالتالي وصوله إلى السلطة الآن أولا سيدفع إلى إنهاء هذه الأزمات فيما يتعلق في أوكرانيا، ما يتعلق مع الصين، والبدء في مقاربات. سيد ناصر زهير، رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمركز جنيف للسياسات الدبلوماسية، أرجو أن تبقى معنا في إطار هذه التغطية المفتوحة للانتخابات النصفية أو انتخابات التجديد النصفية للكونغرس الأمريكي، والتغطية دائما مستمرة مع حضراتكم. بعد قليل الزميل تامر حنفي مع حضراتكم في إطار هذه التغطية أيضا، دائما ابقوا معنا. وهنا القاهرة عاصمة الخبر.
نسعد بهذا الملتقى مشاهدي الكرام في هذا الاستمرار الحي في هذا البث في محاولة لالتقاط الأنفاس الأولى مع بدايات التصويت الأول لانتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، ترقب محلي ودولي لهذه النتائج. البعض اعتبرها بمثابة استفتاء على ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن مع تحضير مصغر لانتخابات الرئاسة القادمة التي أرخت في عام 2024. التجديد النصفي هي نصف فترة الرئيس بعد مرور عامين، تعقد كل عامين كما قلنا، وتسمى بالنصفية لأنها تأتي في منتصف ولاية الرئيس التي تمتد في إجمالها لأربع سنوات. الكونغرس الأمريكي ينقسم إلى مجلس النواب ويشمل بعدد أعضائه حوالي 435 عضوا يمثلون الولايات الأمريكية حسب الحجم السكاني، أما الشيوخ فيضم حوالي 100 عضو 100 شيخ، بما يعني أن هناك برلمانيين اثنين يمثلان كل ولاية، بصرف النظر عن المعادلة السابقة المرتبطة بمجلس النواب، بصرف النظر عن الوزن الجغرافي أو السكاني. وكما هو المعلوم كل عامين تخضع جميع مقاعد مجلس النواب للتصويت من قبل الناخبين مثل هذه الانتخابات، بينما التجديد يطال فقط ثلث النواب داخل مجلس الشيوخ. في اليوم ذاته كما نشاهد تجرى الانتخابات التشريعية المحلية للولايات 50، وعدد الولايات الأمريكية كما يتم انتخاب حاكم أو حكام جدد ل 36 ولاية. في الوضع الحالي بالكونغرس يبلغ عدد الديمقراطيين طبقا للتقييم الحالي حوالي 222، بينما يبلغ عدد الجمهوريين حوالي 213 نائبا. اتصالا سينضم إلينا عبر الهاتف أو نستكمل معا هذا الاتصال الذي سبق وأجريته الزميلة آية لطفي حول استطلاع الرأي، استطلاع الرأي التحليلي كوبنهاجن. إذن بلغت الآن أننا سنتجه إلى روسيا، ولكن على الأقل سنرحب بهذا الضيف من كوبنهاجن ونجدد له الدعوة بأن يبقى معنا، سنعود معه للوقوف على هذه النظرة. كيف يرى العالم هذه الانتخابات، وإلى أي مدى هو متفق مع هذه الرؤية الأمريكية، تحديدا الرؤية الديمقراطية، بأن الديمقراطيين يخشون بأن يفقدوا هذا الزخم الذي حصلوا عليه داخل مجلس النواب ومحاولة التعويض داخل الشيوخ، والعكس هو الصحيح بالنسبة للجمهوريين الطامحين الآمرين المترقبين لهذه الانتخابات. إلى هذا الحين نتحول إلى موسكو. حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. حسين، الأزمة الملحة التي لا تنفصل تقريبا عما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، جديدك بشأن البيانات الميدانية. بعد التحية تامر، وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تحييد حوالي 300 مقاتلا أوكرانيا على محاور كراسني ليمان وكوبيانسك، بالإضافة إلى إسقاط مروحية من طراز مي 8. وأيضا الدفاع الروسية أكدت على تقدم الجيش الروسي في الاتجاه الجنوبي لإقليم دونيتسك. كما أيضا وفي الدبلوماسية الروسية تحدث نائب وزير الخارجية الروسي عن أن موسكو لم تتصل أو لا يوجد أي اتصالات بين موسكو وبين واشنطن حول الملف الأوكراني. كما أيضا شدد نائب وزير الخارجية على أن روسيا حتى هذه الساعة لا زالت تناقش مسألة تجديد اتفاق الحبوب، وأنه يوجد الوقت حول إمكانية تجديد المشاركة الروسية. نعم حسين، في اتفاق الحبوب. سأأخذ مما قلته إجماله أن روسيا ما زالت في طور المناقشة والتحضير لهذا الاتفاق، تجديده من عدمه. ولكن سؤال في صلب هذه التغطية، هذه المساحة المرتبطة بالانتخابات الأمريكية، عاد من جديد هذه الطنطنة باتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات، حتى وإن عللت بأنها أقل من تدخلها في الانتخابات السابقة. رد الفعل لديك بشأن هذا الاتهام؟ حتى هذه الساعة تامر لا يوجد أي رد فعل روسي حول التصريحات الغربية بأن موسكو تتدخل في الانتخابات الأمريكية. فقط بعض التقارير الإعلامية نقلت عن الطباخ لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدير شركة فاغنر عن حديثه بأن روسيا ستتدخل وفق الإمكانية التي لديها في الانتخابات الأمريكية. بطبيعة الحال
الجهات الرسمية الروسية لن تصرح في أي معلومات تؤكد أو تنفي ما يتم الحديث عنه في الغرب، لكن روسيا حول الانتخابات الأمريكية تأمل في أن يفوز حزب الجمهوريين في الولايات المتحدة على الحزب الديمقراطي، نتيجة أن السنوات الماضية وتحديدا عندما يحكم الحزب الجمهوري في الإدارة الأمريكية هو على علاقة أكثر وطيدة بالجانب الروسي، وأيضا الديمقراطيين في الولايات المتحدة لديهم سيناريو واضح، هم من يريدون أن يحاربوا روسيا على عكس الحزب الجمهوري. لذلك روسيا بطبيعة الحال وحسب ما يتحدث الخبراء والمراقبين التامر تأمل روسيا في أن يفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات النصف رئاسية في الولايات المتحدة، ولكن بالرغم من فوز حزب الجمهوري أو عدم فوزه فالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في الوقت الحالي وصلت إلى مراحل تصاعدية أو تصعيدية كبيرة جدا، والجانب الروسي يحث الجانب الأمريكي على ضرورة إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه في السنوات الماضية، نظرا إلى أن إمكانية حدوث أي اشتباك مباشر بين موسكو وبين واشنطن هذا الأمر نعم سيؤدي طيب. إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، وبالفعل هذا ما تخشاه موسكو. نعم، حتى أنتقل إلى كوبنهاجن حسين، يبقى لي سؤال آخر، أنت تحدثت أنه حتى هذا التوقيت لم يصدر أي تعاطي روسي مع هذه الاتهامات وإن قل حجمها، كيف كان تعاطيها بإيجاز لو تكرمت في الانتخابات السابقة حين اتهمت بأنها قد تدخلت وغيرت سير المزاج مزاج الناخب الأمريكي؟ أيضا في الانتخابات السابقة تامر روسيا لم تصرح ولم تصدر أي بيانات حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ففي حال روسيا تدخلت بالانتخابات فبطبيعة الأمر الخبراء يؤكدون على أن موسكو لن تعلن ولن تصدر أي بيانات تؤكد هذا التدخل رسميا، وكما يتم الحديث عنه هنا في الداخل الروسي فبطبيعة الحال الولايات المتحدة هي دولة غير حليفة لروسيا أو غير صديقة لروسيا، وما يمكن للقيادة الروسية أو للدولة الروسية أن تساهم في الولايات المتحدة أو أن تساهم في إيصال من يكون حليف لها أو من يعيد العلاقات مع روسيا، فبطبيعة الأمر روسيا لن تقف عن ذلك وستقوم بكل ما لديها من وسائل من أجل أن تعيد العلاقات الروسية الأمريكية إلى علاقات جيدة نسبيا، نظرا إلى الخشية الروسية من وقوع أي اشتباك بينها وبين واشنطن، وهذا الأمر سيؤدي إلى خطر عالمي وليس فقط الأمر سيقتصر على واشنطن وموسكو. نعم حسين مشيك، شكرا لك إذ كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو. إذا مشاهدي الكرام، مستمرون معكم في إطار هذه التغطية، سينضم إلينا عبر خدمة سكايب السيد سامر إلياس الخبير في الشؤون الروسية عبر الهاتف، سيكون الآن السيد سامر إلياس الخبير في الشؤون الروسية. سيد الفاضل، بعد التحية والتقدير، لماذا تلمح الولايات المتحدة بالتدخل؟ هل لروسيا هذه السطوة التكنولوجية حتى تؤثر على دولة ذات سطوة أكبر منها في هذا المجال؟ وكيف تؤثر في الأساس؟ تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. بالأمس كان هناك إقرار نادر لطباخ بوتين يفغيني بريغوجين بأنه أثر بأنه تدخل في الانتخابات الأمريكية الحالية. هذا الموضوع مطروح منذ الانتخابات في عام 2016 عندما صعد دونالد ترامب على حساب هيلاري كلينتون، كانت هناك بشكل دوري اتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية ولاحقا تدخل في انتخابات بعض البلدان الأوروبية. بطبيعة الحال روسيا تملك إمكانيات تقنية وهناك مجموعات سيبرانية قادرة على القيام بهجوم سيبراني على نظام الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في الاتحاد الأوروبي وحتى على البنى التحتية. نحن نعلم بأن روسيا منذ فترة طويلة بدأت التحضير ل أنواع مختلفة من الحروب الهجينة التي لا تستخدم فيها الأسلحة التقليدية فقط لا غير العسكرية، ولكن أيضا الحرب السيبرانية. بريغوجين طباخ بوتين يمتلك شركة كبيرة حسب التحقيقات في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية التي تتولى مهمة التدخل في هذه الانتخابات، من ضمنها بث بعض الأنباء الزائفة والتحريض على الأنظمة الموجودة التي لا توافق موسكو رؤيتها في البلدان الغربية.
كان هناك اتهامات حول تدخلات في الانتخابات السويدية، في الانتخابات الإيطالية، الفرنسية والألمانية، إضافة إلى الانتخابات الأمريكية في عام 2016، والتي كان هناك تحقيقات كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية حول. وإذا كان لروسيا، أنا لا أنفي ولا أؤكد، إذا كان لروسيا هذه القدرة على أن تتدخل في كل هذه المساحة الجغرافية الكثيرة أو الكبيرة في هذه الانتخابات، لماذا لم تتدخل وترجح كفة الجمهوريين إن أرادتهم لاحقا؟ نعم، هي في عام 2016 واضح تماما أن التيار الروسي لم يكن باتجاه انتخاب هيلاري كلينتون التي كانت انتقدت الرئيس فلاديمير بوتين والانتخابات في روسيا والنظام الديمقراطي في روسيا، ولذلك كان هناك نجاح لدونالد ترامب. التدخل يأخذ أشكالا مختلفة، من ضمنها توظيف الإمبراطورية الإعلامية الكبيرة التي يمولها الكرملين من وكالة شبكة سبوتنيك وقنوات رشا تودي وغيرها، من أجل بث مجموعة من الأخبار التي تؤثر في ذهنية وعقلية الناخبين الأمريكيين والأوروبيين. بالأساس أيضا حالة الفوضى بشكل عام هي. أمتلك الآن استدراكا، تسمح لي، أمتلك الآن استدراكا، إذا كانت روسيا قادرة على هذا التأثير، لماذا لم تستخدم هذه الوسائل وهذه المنصات وهذه القدرة التكنولوجية على أن تغير المزاج الأمريكي والغربي فيما يتعلق بحربها على أوكرانيا؟ سؤال جميل. في المرات الماضية في الانتخابات، حتى الآن نحن أمام هذه الانتخابات ولا نعرف نتائجها، لكن هناك كثير من التحذيرات بأن الجمهوريين سوف يحققون مكاسب على حساب الديمقراطيين، وهذا أيضا يصب في مصلحة الجانب الروسي نظرا لأن الجمهوريين أقل تحمسا من أجل دعم أوكرانيا. الجانب الروسي تعرض لعقوبات كبيرة في مجال الإعلام، هناك حظر للقنوات الروسية على سبيل المثال، حيث أقول في كوبنهاجن هناك حظر لجميع القنوات الروسية ومواقع الإنترنت الروسية، ولا يسمح بالدخول بها إلا عبر يعني أشياء تقنية إضافية لكثر البروكسي. لذلك الجانب الأوروبي كان متنبها لهذا الموضوع وفرض عقوبات على كثير من الإعلاميين الروس وحظر كثيرا من المواقع الروسية، وهناك مشكلة كبيرة تعاني منها روسيا حاليا بقنواتها الألمانية والفرنسية، ومعروف هذا الموضوع. طبعا سيد سامر، أنت تعلم أنني لا أقصد وسائل الإعلام التقليدية، أنا أتحدث عن الممارسات التي مورست في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة. بطبيعة الحال بعد عام 2016 أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تملك أدوات من أجل صد هذه الهجمات السبرانية التي يتعرض لها النظام الانتخابي، وأيضا هناك وحدات لدى الولايات المتحدة الأمريكية وجميع البلدان الأوروبية وحتى الدول الأخرى من أجل صد أي هجمات سبرانية. يمكن أن ينجح الجانب الروسي في بعض هذه الحملات ويمكن أن لا ينجح. أيضا الجانب الروسي عندما يقوم بهجمات سبرانية على سبيل المثال على البلدان الأوروبية، فإن هذا سوف يضعف من موقفه بشكل أساسي، وروسيا تسعى عموما من أجل إقناع الغرب بأن هذه الحرب هي ضد، بأن دعم أوكرانيا لا يصب في مصلحة المواطنين الأوروبيين الذين باتوا يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وغيرها من القضايا، وأن حربها ضد أوكرانيا أو العملية العسكرية كما تقول روسيا هي ليست مهددة لأوروبا وليست مهددة لأي طرف، ولكن من أجل منع الناتو من التوسع ومن أجل إنهاء النازية. سيد سامر، أعتذر عن المداخلة، ولكن على الأقل أرغب اتصالا بهذا المسار من الحديث أن أتوقف عند نقطة، اتصالا بهذا الحديث حسب ما فهمته، هل روسيا لم تفعل ذلك واستصاغت هذا الاتهام باعتباره نوع من التسويق التكنولوجي المجاني لها؟ هناك خلافات كبيرة بطبيعة، لا أعتقد ذلك. أولا روسيا تملك إمكانيات تقنية كبيرة وقادرة على اختراق على حرب سبرانية تستهدف البنى التحتية ويمكن أن تستهدف أنظمة الانتخابات. الجانب الأمريكي أيضا هو طور أنظمة للدفاع بطبيعة الحال من أجل منع هذا الموضوع.
هناك خلافات حقيقة في داخل النخبة الروسية، على سبيل المثال بريغوجين الذي كان الذي يدعى طباخ بوتين لم يكن ليقر بأنه مالكا، بأنه ممول ويملك مجموعة فاغنر. اليوم قبل الحرب الأوكرانية في الشهر الماضي قال بأنه هناك مجموعة فاغنر ويحاربون في أوكرانيا، والآن واضح أن لهم دورا كبيرا في مسار الحرب. هناك رغبة لدى بريغوجين على سبيل المثال من أجل أن يظهر ضمن النخبة الروسية على أنه من الصقور، إضافة إلى مجموعة من السياسيين الروس الآخرين من ضمنهم على سبيل المثال حاكم الشيشان الذي انتقد سير العملية العسكرية بالتضامن مع بريغوجين وأشاد بدور مرتزقة فاغنر في الحرب على أوكرانيا. هناك خلافات، لا أقول خلافات يمكن أن تؤدي إلى انهيارات كبيرة، ولكن هناك خلافات في النخبة، هناك رغبة في رفع أسهم بعض الأشخاص. بريغوجين يرغب بأن ترتفع أسهمه لدى الكرملين ولدى بوتين، وأن يتحول إلى نقطة إضافية. هو ليس طباخ بوتين، هو ليس من مول المرتزقة وأرسلهم إلى سوريا ليبيا والبلدان وبلدان في إفريقيا، لكن اليوم هو يدافع عن بوتين، يدافع عن روسيا، عن الأحلام الإمبراطورية لروسيا والأراضي الروسية كما تدعي روسيا في دونباس وفي دونيتسك ولوغانسك ومنطقة بيلاروسيا. لذلك أعتقد بأن هذا مرتبط بالمعادلات الداخلية وسعي بريغوجين من أجل الارتفاع درجة لدى الكرملين ضمن الصراع النخب الروسية لإرضاء بوتين والتفرغ منه أكثر، أو خلافته في حال انهزمت روسيا في هذه الحرب. اتصالا بكل هذه العملية التشريحية لهذا الكيان الداخلي الروسي، هذا الكيان بكل مشتملاته أي من الحزبين يفضل؟ يراه في مصلحة روسيا؟ حتى الآن المجتمع الروسي بطبيعة الحال يؤيد هذه العملية العسكرية. هو البروباغاندا الداخلية في روسيا تقول بأن الجانب الروسي هو يسعى إلى منع تقدم الناتو. بطبيعة الحال هناك كثير من الروس الذين يرغبون بعودة الأمجاد السوفيتية والإمبراطورية وأن تكون روسيا قوة عظمى بعد تجاهل الغرب لها لأكثر من 30 عاما. لكن هذا الفريق أيضا فريق الصقور ربما في داخل النخبة الروسية يعاني من أن العملية العسكرية في أوكرانيا ما زالت متعثرة ولم تحقق أهدافها. الرئيس بوتين يقول أن العملية تسير حسب المخطط، ولكن لا أحد يعلم ما هو هذا المخطط. كان هناك حديث عن أن روسيا كانت ترغب بإنهاء الحرب وحسمها في 3 أيام بالسيطرة على كييف. اليوم نحن بعد أكثر من 8 أشهر ونصف ما زالت روسيا غير قادرة على تحرير كامل منطقة دونيتسك ولوغانسك، ومنيت بخسائر ونكسات. نعم سيد الفاضل، يبدو أنني لم أسهب الإسهاب الكافي لأوضح أن سؤالي المزاج الذي قمت بتشريحه، كيف ينظر إلى الانتخابات الأمريكية وأي من الحزبين المتنافسين فيها يتمنى أن يصل إلى الحكم باعتباري الأقرب لمساحة مساحة التفاهم مع روسيا؟ نعم، مساحة التفاهم هي أكثر مع الجمهوريين، نظرا بوجود قسم من الجمهوريين الذين لا يرغبون بتوفير دعم لا متناهي لأوكرانيا وأن يكون الدعم مرشدا ومفهوما. أيضا الجمهوريين أقرب نظرتهم إلى موضوع روسيا وعدم دعم أوكرانيا وعدم التورط في هذا النزاع من الديمقراطيين. الديمقراطيين كما شاهدنا قاموا بدعم أوكرانيا بشكل كبير ولا محدود بالأسلحة والأموال. لذلك أعتقد بأن الجانب الروسي مهتم أكثر بفوز الجمهوريين. تاريخيا الجمهوريون لا يكترثون بموضوع حقوق الإنسان وغيرها. نعم. إذن أتمنى ألا يزعجك هذا الفاصل، أخذت من الإجابة أنهم يفضلوا من الحزبين الحزب الجمهوري وهذا هو الكفاية. نعم. شكرا لك. نعم. وأنت السيد سامر إلياس الخبير في الشؤون الروسية إذ كنت معنا
عبر الهاتف. مشاهدي الكرام، نتابع الآن هذه العمليات التصويتية الأولى لمنطقة الشرق الأمريكية، على الأقل على ما يبدو أن هذه الصورة كانت من أيوة في الوسط الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تصل الساعة التوقيتية إلى منطقة الغرب الأمريكي في إطار عملية التجديد النصفي، انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية. تجديد النصفي يعني أنه مر عامين على انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي. تغطيتنا مستمرة. Democracy is really on the ballot. This is the defining moment for the nation. We all must speak with one voice regardless of our party. There's no place in America for political violence. No place. Likewise, getting more votes than any sitting president in the history of our country by far. Now, in order to make our country successful, safe, and glorious, I will probably have to do it again, but stay tuned. المتنافسان إذن جمهوري ديمقراطي. سنتوقف مع ديمقراطي، هذا الحزب الذي يعد من أقدم الأحزاب السياسية المستمرة منذ النشأة في الولايات المتحدة حتى هذا التوقيت، هو الأقدم تقريبا في الولايات المتحدة والعالم. هذا الحزب والحديث عن الحزب الديمقراطي يأتي على رأسه جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. هذا ملمح عن هذا الحزب. هذا هو الحزب الديمقراطي، أما الجمهوري فيمثل الأقلية على الأقل في هذا التوقيت في مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل انتخابات التجديد النصفي التي تعقد الآن في هذا العام. شغل 19 رئيسا جمهوريا منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كان من آخرهم الرئيس السابق دونالد ترامب.